السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد سالم من حملة اختيارك، ومعنا النهاردة أحد المرشحين عن دائرة متغمر، مركز متغمر واجا. نحب إنه يعرف نفسه أفضل ما إحنا نعرفه. أهلا وسهلا بيكم، مشرفينا ومنورين. أخوكم طاهر أحمد السعيد عطا وشبرده طارق الغفير، مرشح مجلس الشعب عن دائرة المقعد العمالي الفردي، مستقل عن الدائرة الخامسة، مركز أجا ومدينة متغمر ومركز متغمر. في البداية لو حبينا نعرف تعريف بسيط عن عضو مجلس الشعب وهيبقى دوره اللي جاي ايه من وجهة نظر حضرتك؟ طبعا دور عضو مجلس الشعب طبعا دور مهم وحيوي فعلا، ولابد ان يكون الوجهة الأساسية بتاعته ان شاء الله هو دور تشريع رقابي. دور تشريع رقابي، احنا قدامنا مهام كبيرة ان شاء الله. ان كنت ان شاء الله هكون موجود او غيري موجود ان شاء الله في مجلس الشعب، لابد ان احنا نكون حريصين ان احنا فعلا نبدأ ان شاء الله ونعمل دستور جديد للبلاد، ونشوف كل الحاجات اللي فيها عوار، ونحاول نعمل حاجة ملائمة إن شاء الله لشبابنا وكل الناس في مصر إن شاء الله في الأيام اللي جاية. والشيء المهم برضه حتة مراقبة الحكومة، إزاي نراقب الحكومة وإزاي من الأشخاص اللي هيكون عندها الفكر فعلا اللي إحنا هندير بيه البلاد في مراقبة الحكومة وتوزيع الخدمات على كل الشعب. تمام. طيب في الفترة الحالية هيبقى الدور الأساسي لمجلس الشعب هيبقى مناقشة الدستور. مقترحات حضرتك في الجنود اللي هتبقى بتتناقش في الدستور، ولو لحضرتك وجهة نظر خاصة بمواد لازم تبقى مطروحة على طاولة المناقشة في مجلس الشعب، وجهة نظر حضرتك؟ أولا لازم النهاردة عشان نعمل دستور جديد لابد ما ننساش إن إحنا كنا فعلا في دستور 71 كان هناك صلاحيات لرئيس الدولة، وللأسف كانت صلاحيات مش مفترض إن يكون رئيس الدولة بالكيان أو بالوضع اللي كان مسيطر فيه ومهيمن بيه على سدة الحكم في مصر دون الرجوع إلى نواب أو إلى حكومة أو إلى مسؤولين. مفترض إن رئيس الدولة ده شخص مختار من الشعب، إذا هو أحد أفراد الشعب وهو مكلف بإنه فعلا يعمل من أجل الناس. فلابد أولا أول بند من بنود التعديل من وجهة نظري إن رئيس الدولة لابد يجي باختيارات من الشعب، وإحنا الشعب لابد إنه يحافظ، لأن الشعب هو مصدر السلطات. النهارده رئيس الدولة لما يكون موجود لابد ان بداية يحافظ على كيان الدولة، ولو الشعب حس واستشعر في يوم من الأيام ان هو غير قادر على انه يقود الدولة فعلا الى الممر الآمن وكل الشعب يعيش بعدالة وحرية وعدالة اجتماعية، لابد ان احنا نرجع ونحط بنود انها في أقرب وقت وفي أقرب فرصة يجتمع مجلس الشعب أو اللجنة اللي هي هيكون مربوط بها إنها تعمل الدستور، يجتمعوا مع أعضاء مجلس الشعب، ولابد فورا بتغييره فورا، ودي شيء أساسي ومطلب أساسي. مش عاوزين نجيب راجل ديكتاتور علينا تاني، لابد إن يكون نجيب النهارده رئيس دولة مدني مننا، لأن فعلا إحنا جربنا حتة فكرة إن هم النهارده المجلس العسكري، وإن كان بيجي لنا دايما رئيس دولة عسكري. احنا النهارده الفكر معلش لابد ان النهارده نتواكب مع العالم كله فعلا ونشرك الناس. ليه ما نجيبش النهارده علمائنا والناس النهارده الافاضله اساتذه الجامعه وناس اللي هم المفكرين بتوعنا؟ ليه؟ خاصه النهارده مصر يعني النهارده مليئه بكل الناس المحترمه فعلا الجديره بانها تبني مصر زي ما كنا في الاول بنعيش على علماء ومفكرين، وكانت مصر فعلا كانت في العصر اللي قبل كده كانت بلد مهمه جدا وبلد من أكبر حضارات العالم ومن أقدم حضارات العالم، وهي يعني رمالة الميزان في المنطقة. فلابد فعلا يجي لنا نختار النهارده رئيس دولة فعلا قد يكون النهارده هو الحاجة اللي لها رونق على الساحة، وفعلا كل الناس تستفيد منه، مش هو يشتغل لوحده النهارده في منأى عن الناس، لا، لابد النهارده كل يكون مترابط مع الشعب ومترابط مع كل الناس ويفكر بحس الشعب. ده ان شاء الله اللي من الحاجات اللي احنا بنتمناها ان شاء الله. لابد النهارده وضع الدستور، النهارده عشان نعمل دستور لابد كل الناس تشارك فيه، لابد الشعب كله يشارك في حته الدستور. ليه؟ الدستور النهارده كل الناس اي حياتك اليوميه، حياتنا المعيشيه،
كل امورنا اللي بنمشي بيها في حياتنا لابد ان احنا نرجع نقول ان لابد نمشي على سبل وطرق يحميها الدستور. اولا لو قلنا على نقابه زي نقابه مثلا المعلمين او نقابه صحه او نقابه مثلا اطباء او مهندسين، لابد ان يراعى ان فعلا الناس اللي هي النقابات ديت هي اللي تقول ازاي الكيان ده يشتغل، ازاي الكيان ده يشتغل. مش ان النهارده ان انا اجيب ناس تعمل دستور وما تنزلش للشعب وترجع للشعب، لابد الرجوع للشعب في كل شيء، في كل حاجه. اي ماده النهارده نيجي نشتغل فيها ونعمل دستور جديد فعلا نرجع للشعب. ولابد النهارده الدستور بدايه يكون مصدره تشريع اسلامي فعلا، تشريع اسلامي، ونمشي بدايه قبل ما نقول المنهج الاسلامي متطبق وموجود، كل الناس بتطبق المنهج الاسلامي، بس لابد ان احنا نحافظ على مبادئ الاسلام. مبادئ الشريعه الاسلاميه النهارده لابد الناس تعيش في عدل ومساواه وفي حياه كريمه، ماشي؟ دي اهم الاساسيات. ما يبقاش النهارده انا عندي الشعب مطحون، ماشي، واجي النهارده افتري عليه واقول عاوزين نعمل كذا وكذا وكذا بالجبال. لا، انا عاوز النهارده زي ما بنقول نطبق شريعة اسلامية، لابد يكون في مساواة وعدل بين كل الناس، ولابد ان الكل يتساوى تحت مظلة هذا القرآن، هذا القانون والدستور. ولابد ان احنا نحافظ على المواثيق بتاعتنا مع الدول العالم الخارجية، لابد في حريات. ان النهارده الدستور لم يكفل ليه، حتى لو النهارده جه الدستور هيتشكل من اغلبية مجلس الشعب، وهيتشكل لجنة تأسيسية، وهم اللي هيقولوا مثلا الفصيل او الحزب اللي هيكون موجود هو اللي هيبقى يختار الجمعيه التاسيسيه اللي هتعمل دستور. فلو جينا قلنا مثلا التيار الاسلامي النهارده هو هيكون الاغلبيه في عمل الدستور او اختيار النهارده الجمعيه اللي هتاسس الدستور، اذا لابد يراعى الاقليات والحريات. مش معنى ان انا هطبق شريعه اسلاميه لابد احافظ على الديانات الاخرى، لازم بدي احافظ على المسلمين زي المسيحيين، دول ياخدوا حقهم ودول ياخدوا حقهم. واي حد تاني النهارده تحت مظله الدستور المصري لابد ان يكون له حمايه شرعيه طبيعيه، طالما عايش النهارده ومن حقه انه يكون مواطن مصري، لابد ان احنا نكفل له الحياه الكريمه والعدل والمساواه. دي كانت اهداف الثوره بتاعتنا. طيب اتعرض قدامنا في الفتره الاخيره اعضاء مجلس الشعب يقول لك احنا نطلع نخلي الدوله دي برلمانيه، احنا هنخلي الدستور يحكم ان مصر تبقى دوله برلمانيه، وناس تانية تقول لا احنا هي دولة رئاسية كويس، وفي ناس تقول لك طب ما نخليها برلمانية رئاسية. لو حبينا نفهم او نفهم بمعنى صح يعني ايه برلمانية ويعني ايه برلمانية رئاسية ويعني ايه رئاسية، ورأي حضرتك طبعا في الرغبة الشخصية حضرتك في ايه من دول. انا من وجهة نظري انا يعني بفضل انها تكون دولة رئاسية برلمانية، يكون في توازن. النهارده فعلا النواب واعضاء مجلس الشعب مفترض بنعمل النهارده في عصر جديد واختيارات جديده بعد فيما بعد الثوره، لابد ان الشعب يقف النهارده وينظر بعد 30 سنه فساد. لابد نعمل حسابنا النهارده ان فعلا كنا فعلا يعني مغلوب على امرنا، كان الشعب هناك اشياء كثيره جدا كانت بتحصل ايام العهد البائد، وللاسف من شده الظلم وشده الاجهزه اللي كانت دايما بتضغط على المواطن كانت مأثرة على كل الناس، وكان فعلا كل قد يكون موازنة الدولة بل مليارات موجهة للضرب بالعصا، وحتة النهارده الداخلية وحتة أمن الدولة. مش عاوزين نرجع الكلام ده، لا، احنا النهارده الشعب بيختار برلمان محترم.